ننتقل إلى السيد نزار بوش من موسكو. سيد بوش، هل بالفعل روسيا تدعم حماس بملايين الدولارات؟ والموقف الروسي من الحرب المستمرة على قطاع غزة كيف يقيم بعد خمسة أشهر؟ نعم بكل تأكيد سأجيبك نعم. يعني سيد، ولكن ولكن دعني بعجالة أن أرد على طبعاً ضيفك حقيقة ضيفك. يقول للإسرائيليين اقتلوا 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 الأطفال والنساء ودمروا غزة بالكامل هو لم يتحدث عن 75 عاما من القتل والاحتلال وتوسع المستوطنات وكانت هناك وعود من كل الرؤساء الأمريكيين السابقين والحالين والذين طبعا ذهبوا إلى الآخرة إلى الدنيا الآخرة كلهم مم. وعدوا بان تقوم مم. هناك دوله فلسطينيه الى جانب اسرائيل ولكن ماذا راينا؟ راينا ان هناك توسع للاحتلال وقتل وقتل المزيد من الفلسطينيين، مم. اما بالنسبه للاختيار بين حماس اخيرا اذا تسمح لي ارد على سؤالك. آه الـ الـ طبعا الاختيار بين مم. حماس آه هو يخير هو يخير الشعب مم. الفلسطيني بين حماس او ان يقتلكم مم. الاسرائيليون، يعني ما هذه الديمقراطيه ما هذه الدموية الدموية القذرة حقيقة أنا لا أتفق مع ضيفك على الإطلاق هو يجب أن يقول أنه يجب على إسرائيل أن تتوقف عن الاحتلال وتتوقف عن توسيع المستوطنات وتتوقف عن جعل غزه والضفه ايضا اكبر اكبر سجون في العالم على الاطلاق، اذا اعتقد ان ضيفك هو مع نتنياهو يتحدث لصالح نتنياهو، اتي الى سؤالك طبعا صدق. الذي طبعا قلته لا نخفي سرا ان روسيا ان روسيا يعني تعترف تعترف بطبعا القيادات السياسية، السياسية والفصائل السياسية في آه طبعاً لدى الفلسطينيين، هناك فصائل سياسية هو طبعاً آه فتح وحماس، هذه آه هذا ما اختاره الشعب الفلسطيني، هنا وهنا وحتى في الضفة توجد حماس، أنا مم. لا أدافع عن أحد إطلاقاً، ولكن هذا ما اختاره الشعب الفلسطيني، هذه فصائل سياسية ولها تمثيل في البرلمان الفلسطيني وعند مم. الرئاسة، إن كان في الضفة وإن كان في غزة، فهنا هنا روسيا كقيادة أو كروسيا الرسمية تتعامل مع ما اختاره الشعب الفلسطيني، هذا واحد، ثانيا روسيا عملت سابقا وما زالت تعمل والان تستقبل حماس وفتح معا بالمناسبه وكل الفصائل وليس فقط هناك فصائل اخرى انتم تعرفون على الارض نعم. غير حماس وطبعا هي هي, هي هي مثل احزاب سياسيه 17 هذه فصيله أحزاب نعم. سياسيه حقيقه. نعم نعم روسيا روسيا وقفت مع الشعب الفلسطيني سابقا وما زالت تقف وانا اريد ان اكرر ما طبع. قاله الرئيس بوتين عندما عندما تحدث وقال ما تعاني منه غزه عانت منه بطرسبورغ او لينينغراد سابقا من من قتل من النازيين الالمان الهتلريين من تجويع من دمار من حصار يعني هو الرئيس بوتين تحدث وقارن ما 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 يفعله الجيش الاسرائيلي بما فعله واضح هتلر نفسه واضح هذا سيد بوش واحداً وقال ان عفوا على عجالة اسمح اسم لي فضل وقال ان ان غزه غزه أصبحت مقبرة للأطفال، هنا نتحدث عن الأطفال، أما العالم الغربي الـ 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 يعني المنافق حقيقة هو يريد يريد ان ان طبعا ان اليوم يتحدث تحدث تحدث تتحدث الولايات المتحده الامريكيه عن انها تريد اقامه او انشاء ممر ميناء في غزه، مم. هل تحتاج غزه لميناء للمساعده؟ فليفتحوا المعابر واحد ثانيا، فيوقف اسرائيل عنها عن عن هذه المذبحه وهذه الاباده تمام. الجماعيه التي معنا معنا سيد بوش وضحت الفكره فيما تقول سيد توم وارك موسكو... انتقل لك ابق... موسكو ابق... مع الشعب الفلسطيني واضح عفوا اخيرا أخيراً واضح سيد بوش موسكو الرسمية مع الشعب الفلسطيني واضح. ومع إقامة دماء. دولة فلسطينية. دماء.